أسعد الله مساءكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج لأجلكم. تستضيفنا اليوم في مدينة بيت لحم عائلة الأسير خالد صلاحات أبو بدر المعتقل في سجن إيشل منذ 8 سنوات. يعتبر الأسير خالد من نشطاء الانتفاضة الثانية، فقد عانى من إصابات بالغة إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في أول استهداف مروحي أسفر عن استشهاد قائد كتائب شهداء الأقصى في بيت لحم الشهيد البطل حسين عبيات. فلنستمع مشاهدينا من عائلة صلاحات المزيد من التفاصيل. في 10 من شهر كانون الأول من العام 2006 تلبدت سماء مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام بهالة ضخمة من ضباب خيم على المدينة كإنذار سابق بحدوث واقعة فيها، تلك الواقعة التي غيرت حياة عائلة بأكملها بسبب احتلال اعتاد اغتصاب حق أهل هذه الأرض. خالد هو أصغر واحد في أخوتي كان، ولكن خالد ذكاء وعنده صفات كثيرة كويسة، كان يحب العيلة كثير وكان متفاهم للجميع، ودائما هو له آراء كانت خاصة والكل يشاوره فيها. خالد كان موظف في المخابرات وكان عنده يعني وجهة نظر دائما في أشياء كثيرة، وكان مناضل يعني خاصة في شهداء الأقصى. خبرنا عن فترة المطاردة والملاحقة من قبل الإسرائيليين، قديش امتدت هاي الفترة؟ امتدت فترة يعني من هو اعتقلوه في 2006، اعتقلوه الفترة 2006، من 2006 ظل لما اعتقلوه حوالي 4-5 سنين هو كان في مطارد، وطبعا هو ابن جهاز يعني كان مطارد لأنه هو ابن جهاز. بطل يسأل، راح صار يدرس في الجامعة وهناك اعتقد يعني مارس حياة طبيعية بالرغم من المطاردة والملاحقة من قبل الجانب الإسرائيلي. 100% حاول كل جهد انه يمارس حياة طبيعية، كمل يدرس في الجامعة، كمل حياته الطبيعية كل شيء، لكن إسرائيل ما خلت حدا يكمل. طيب خبرنا عن عملية الاعتقال كيف تمت؟ اعتقال روح راح الجامعة كالعادة يعني داخل جامعة القدس مفتوح في السحور. فأكيد أنه كان عنده إخبارية، الله أعلم شو اللي كان خبر عنه، وحوط الجامعة يعني من كل جهات ونازل خالد كان نازل على أساس أنه بده يروح ومسكوه. تعرض لعملية اغتيال هو، كيف كانت العملية؟ مع مين كان هو موجود؟ خالد راح كان صديقه الله يرحمه حسين عبيات المناضل طبعا المعروف، وخالد كان معه، فتعرض عملية اغتيال بالطائرة في بيت السحور، وخالد نجا منها بعجوبة من ربنا سبحانه وتعالى، هو نجا من الاغتيال. المرحوم استشهد حسين عبيات، وهو من كثر الصاروخ فتح الباب عليه ونزل وربنا خلص منه. المقصود أو الهدف كان من قبل الإسرائيلية، هل هو خالد ولا حسين؟ الاثنين، لأن هما بعضهم الاثنين كانوا مجاهدين وكانوا مناضلين يعني شهداء الأقصى. نفس الشيء. طيب رسالة بتوجهها لخالد؟ بقول له خالد دير بالك، أول شيء حالك، شد حيلك، معنوياتك دائما هي عالية معروف يعني بدون أي نقاش، دائما أنت المثل الأعلى لنا للعيلة كلها، وإحنا إن شاء الله بانتظارك وانتظارك خروج عنها بالسلام إن شاء الله. قوة إلهية أرادت لخالد المزيد من العمر بعد عملية الاغتيال الوحشية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي أرادت الفتك بروح خالد وشهيد البطل حسين عبيات، وأسفرت عن استشهاد كل من حسين عبيات وعزيزة جبران ورحمة شعيبات مرتقين إلى أعالي السماء. كانت علاقته بالشهيد حسين عبيات علاقة صداقة في البداية، طورت إلى علاقة نضال. الشهيد حسين عبيات كان هو وياه يوم رايحين على بيت سحور مهمة استطلاعية إيش، وخالد كان أيامها في جهاز المخابرات.
أول حادثة في فلسطين اغتيال بالطائرة كانت هي كانت حادثة اغتيال حسين عبيات اللي هي جابوا عنها بالجرائد وجابوا عنها في التلفزيونات. أول حدث في فلسطين كانت اغتيال الشهيد حسين عبيات بالطائرة، وفعلا ضربوا صاروخ، إجا الصاروخ مباشر لحسين عبيات، طير خالد من السيارة، إجا الصاروخ الثاني محله فورا. كان في له عمر بده يعيشه سحبة واحدة جنب الدار اللي كان فيها الحادث. تبين ان اخذناه على المستشفى طبعا، وصورة موجودة، كان في 147 شظية في جسمه، ولغاية الان هو في عنده اعاقات كثيرة في ايديه وفي جسمه. حسين عبيات استشهد رحمة الله عليه، وكانت حادثة مؤلمة طبعا. شو بده واحد يحكي عنها؟ واحد يفتح جروحه. طيب معاناته حاليا من الإصابة اللي تعرض إلها خلال عملية الاغتيال بعد ما تم نقله للمستشفى وتقديم العلاج له، تخبرنا شوي عن حاليا الوضع الصحي وهو في السجن. حاليا هو عانى في الفترة اللي اغتالوا فيها حسين عبيات حالة نفسية كانت مش صحيح. طبيعية، لأن صديقة وجنبه انضرب صاروخ ومات على كتافة. حالة نفسية كانت الله بعلم فيها لفترة طويلة، تعالج علاجات وميسجات وإشي، لكن ظل إيديه عملت هيك وفي شظايا في جسمه. الآن أبو بدر خالص صلحات يعاني من عدة أمراض في السجن، عنده الكلى، عنده العينين تقريبا الشوف فيهن خف بشكل طبيعي، وتعرض لجلطة دماغية حتى. هي كانت جلطة ما تعرض لها، لا جلطة دماغية الحمد لله خالد ما تعرض لأي جلطة دماغية. كان بحالة جلطات منيح، فيش عنده جسمه كويس وصحته كويسة، ولكن يعاني من أمراض أسنانه ما بيعالجوه أصلا، قليل جدا، بقدمه فقط الأكامول المسكنة. ولكن هو في عنده أمراض وأمراض. كيف عشتوا مرحلة الملاحقة اللي تعرض لها خالد من قبل الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية؟ كيف عايشتوا وعاشرتوا هاي المرحلة؟ الفترة اللي كان فيها خالد مطارد اللي حكيتها، اللي 6 سنوات، كانوا فيه 5 سنوات ما بنعرف في أي مكان وين هو، ما كان يتصل عليكم يتواصل نهائي معكم، ما فيش أي علاقات، بين علاقات مقطوعة تماما، شو بوكل شو بيشرب وين بينام، كانت مقطوعة علاقات، لا أولاده بشوفوه ولا مرته ولا إخوته بنهائي، كان ما يعني مقطوع عن العالم، ما بنعرف وين كان. 5 سنوات كاملات يعني فقدناه في 5 سنوات، فقدنا إنسان في 5 سنوات كاملات. طيب كيف تلقيتوا خبر الاعتقال، وقع الخبر عليكم كعائلة؟ هو احنا متوقعين يعني انه يعني الاعتقال انه راح يعتقل اليوم البكرة بعد راح يعتقلوا اذا ظل نشيط بهاي الطريقة. يعني في الفترة اللي كان فيها في قاعد في المقر، لو ظل ما تحركش زي المجموعة اللي معه، أنا متأكد ما اعتقلوش. بس هو زي ما حكيت وسبق وحكيت أنه كان بده يطور نفسه، فراح كمل في الجامعة، وعلى هذا الأساس اعتقلوه. صدمة، صدمة يعني قوية طبعا، ما بدأش يوقف حياته، ما أساس على هذا الأساس ما بدي يوقف حياته، بدي يظل يطور في حياته، فنضم للجامعة واعتقلوه. طبعا صدمة ما مش سهلة أولاده ولا علينا، فقدنا إنسان لفترة طويلة والله أعلم إمتى يطلع. طيب رسالة بتوجهها لخالد وهو موجود بالسجن حاليا، ترفع في معنوياته فيها؟ هو أبو بدر والشباب اللي معه معنوياتهم عالية، أنا متأكد يعني أنا بزوره وبروح عليه. الاثنين مش هذا اللي قبله كنت عنده، معنوياتهم فوق الريح، وهو المجموعة كاملة والشباب ما شاء الله عليهم، يعني ما بدهم وصاء أنا متأكد، ولكن اللي بطلبه من الله إن الله يفرج همهم جميعا ويفك أسر الشباب جميعا، خالد وكل الشباب الموجودين في السجون الإسرائيلية،
ويروحوا إلى أهليهم إن شاء الله يا رب. هذا اللي نتمنى من الله، ولا هم الحمد لله معنوياتهم عالية جدا وفوق الريح يعني. فخر عائلة الأسير خالد وأم بدر بزوجها الأسير وما قام به وقدمه، فخر يفوق حدود السماء بوصوله إلى القمة صاعدا عتبات النضال من أجل هذا الوطن. خالد إنسان ما في زيه، بعتبره أنا يعني قمة في كل شيء. الحمد لله كان كثير طيب، تصرفاته معنا الحمد لله كانت كويسة كثير، كان يحب الكل والكل يحبه. يعني معاملته مع الكل كانت كثير منيحة. خبرينا عن علاقته بولادك بالفترة اللي عاشرهم فيها، هل كان يزرع الحس الوطني فيهم؟ كان يهتم بهذا الاشي ولا كان يخاف عليهم انهم يدخلوا بمثل هاي الانشطة؟ لا هو بدك صراحة انا عندي ولد واحد اكيد رح يكون خاف علي، يعني بخاف عليه، بس طبعا حب الوطن هذا ما بيجي من يعني انت بتحبي وطنك مش بس عشان نضال، بتحبيه لانه انت عايشة فيه وخلص، ما في مفر منه. وبالنسبة له هو كان كثير يعني لأولاده يعني يتعامل معهم، يعلمهم على الأشياء، كان يحب أنه يتعلم على الصلاة، على العبادة، على دراستهم، كان يتمنى أنه ابنه يكون أحسن الناس. كل واحد بحب يكون ابنه أحسن الناس. صحيح. هو فقد العيش معهم أصلا، يعني ما كانش عايش معهم، ما عاش معهم الفترة اللي بعيشها أي واحد مع أولاده. يعني أغلب وقته كان مطارد بعدين. يعني كان بدر عمره 10 سنين تقريبا لما اعتقلوه. 10 سنين وهي تقريبا 8، شو يعني كان صغار. طيب خبرينا عن حياة المطاردة، كان يعني قبل ما يتم يكون مطلوب للجهات الإسرائيلية، كيف كانت حياته؟ كانت حياته طبيعية ولا لا؟ هو كان شوف احكي لي، كنا ننزل على الأردن، ما كان في يعني ما كناش مطلوب زمان هيك قبل الأحداث هاي كلها، ننزل نروح على الأردن إحنا وياه والأولاد وننبسط ونغير جو عند أهلي كلهم هناك طبعا. غير هيك كان مثلا هون مع أصحابه نطلع شمات هوا، ياخذ الأولاد وكنا نطلع على القدس، أو كان معه تاكسي هو كمان، كنا نطلع فيها على القدس بالليل مع إحنا والأولاد. كان كثير يعني كثير كنا نطلع أماكن. طب شو تغير بعد ما تمت مطاردته وملاحقته من قبل الجانب الإسرائيلي؟ تغير علينا إحنا يعني؟ تغير على العيلة، تغير عليه هو كمان. هو أكيد كانت صعب الحياة هاي. يعني هو لما انضرب بالصاروخ بالذات يعني صار عنده كسر بأصابعه وبإيده وشظايا بجسمه، ودينيه كان ضرره كمان، بطل يسمع فيهم منيح. بعدين عاش يعني فترة 5 سنين مش سهلة كانت، بين الله أعلم يعني وين كان موجود. كان يحكي هل بالصدفة. كان في تواصل بينك وبينه؟ كان يحكي بالصدفة يعني كل مثلا شهر شهر ونص هيك يحكي تليفون معنا، أنا بخير كويس طمنا، وبعدين يسكر. طب أنت كأم كيف أخذتي على عاتقك تقومي بتربية 3 أبناء بدون وجود والدهم، زي أكنك والدهم يعني، أخذتي يعني منزلة الأب والأم؟ شوفي هو الشغلة مش سهلة، أكيد رح تكون مش سهلة يعني صعبة، بس إحنا الحمد لله يعني إيماننا بربنا كبير، وإن شاء الله إنه يعني ربنا اللي بعطينا القوة، إحنا بنستمد القوة من ربنا. وطول ما إحنا عارفين إنه في أمل في يوم من الأيام إنه يطلع إن شاء الله كلهم، أكيد إحنا رح نضلنا أقوى وأقوى ونعيش ونتحمل هاي الأشياء كلها. بعد عملية الإغتيال احكي لي عن الفترة اللي أمضيتيها معه بالمستشفى، على اعتبار إنه كانت حالته جدا حرجة. طبعا انا بحكي لك انه احنا بنستمد الصبر من اللي حوالينا، هم اللي بعطونا القوه. انا ما كنت لحالي، كانوا اخوانه وخواته كلهم معي الحمد لله، يعني ما حدش تركني. صحيح انا اهلي مش موجودين بس هم اهلي. فالحمد لله يعني هو حتى هو كان صح مصاب بس كان عنده قوه غريبه. يعني كان يحكي يعني في موقف صار باليوم الاغتيال، حب احكي هذا الموقف لانه هو كان يعني موقف عن جد حزين ومش كان كثير صعب عليه. لما تصاوب لما استشهد حسين وجابوه على الله يرحمه
وجابوه على الثلاجه في مستشفى الحسين، ما رضي انهم يروحوا يدفنوه الا ينزل يشوفه، وهو كان مصاب. بحكي لهم انا نزلوني اشوفه، ما تدفنوه الا اودعه. فبتذكر لما حملوه يعني على الهاي واخذوه نزلوه عليه تحت وشافوا وصار يبكي ودعوا وطلعنا. يعني هذا موقف كان كثير صعب. هذا قبل الجنازه؟ قبل الجنازه والتشييع. قبل الجنازه حكى لهم ما تدفنوه قبل ما اودعه، لانه كان يعني هم كانوا مع بعض، اجوا افطروا في البيت عندي، ويومها حتى حسين بيحكي انت بتطعمي ولادك بايدك، بحكي له من اليوم رح اصير اطعمي ولادي انا كمان من بايدي. فاستشهد، فهو ضلت بباله الكلام اللي صار في البيت. يعني كيف اطلقوا اولادك خبر اعتقال والدهم؟ كيف تعايشوا مع الوضع الجديد؟ ولا هم كانوا اصلا متعودين لانه كان مطارد من قبل الجيش الاسرائيلي؟ شوفي هم كانوا متعودين على الشيء هذا، واحنا يعني متوقعين انه يعتقلوه باي وقت يعني. بس احنا يومها كانت صدمه كبيره، لانه اتصل فينا تليفون حكى رح اجي اتغدى معكم ومجهزين الغداء احنا والاولاد بنستنى فيه. رن علي بيحكوا لي انهم اعتقلوه. طبعا كانت كثير صعبه عليهم، يعني انا تاثرت صحيح، بس هم اكثر، هم لانهم كانوا عارفين انه جاي وبده يتغدى هو وياهم، فجاه ما خلص يعني مش راح يشوفوه. يعني تعايش، كانوا متعايشين مع الوضع، لكن الصدمه لانه هو كان غايب اصلا 5 سنين. فهم عارفين في اي لحظه انه ممكن يعتقلوه. طيب اولادك بيزوروه بالسجن، قديش بتشوفي بيعانوا على بالزيارات لوالدهم بالسجن، على اعتبار انه هو اصلا وضع جديد بالنسبه لهم انهم يروحوا ويزوروا يقدموا تصاريح يمروا عن حواجز انا ابني تفتيش الى اخره. يعني انا ابني بحكي لك كان بيزور كل سنه مره، البنات بيروحوا تقريبا كل شهر مره. كثير صعب الموقف بيكون، يعني عندي البنت الصغيره من اول ما ندخل لحد ما نطلع وهي تبكي، لانه هو اصلا ما عاش معها يعني. كانت تروح تنام معها في المقر اوقات، يعني مقر المخابرات، وعشان لانه كان يضل يحكي لها انا نفسي انام انيمك في حضني وهي، فكان ياخذها معه على المقر ينيمها عنده واروح الصبح اجيبها. وبس يعني هي ما في يعني كان يعني مش سهل صراحه. احكي لك انه سهله؟ لا مش سهله. طيب زوجك عم يسمعك هلا، شو الرساله بتحب توجهيها له؟ رسالة رح أوجهها لكل الأسرة مش بس لإله، رح أحكي لهم ربنا يفرجها عليكم. آمين. وإحنا أنتوا سندنا، حتى لو أنكم بالسجن أنتوا سندنا، وما رح في يوم من الأيام ننساكم. وبتمنى إنه هذا البرنامج يصير اسمه كسر القيد، تصيري أنت تيجي وتجتمعي فيهم إن شاء الله يا رب. هذا اللي بتمنى ان شاء الله. اكيد ان شاء الله بنزوركم ان شاء الله، يكونوا كلهم طاوعين ويكون اسمهم كسر القيد، خلص ما في حد سجن ان شاء الله يا رب. الله يسعدك يا رب. ام فلسطينيه اخذت على عاتقها مسؤوليه تربيه 3 اطفال، فكانت لهم الأم والأب، لم يعوا ما يدور حولهم، فبراءتهم أبت أن تتلوث بممارسات الاحتلال الهمجية. حرموا من حنان خالد الذي لوحق ل5 سنوات واعتقل في السنة 6 من مطاردته. بالنسبة لعلاقتي في الأسير خالد صلاحات، هي كانت علاقة مش يعني شخص بعلاقته بعمه، كانت علاقتنا هو معودنا يعني كأصدقاء، احنا نتعامل معنا كأبناء إخوته، فكان يتعامل معنا. هو خالد كان شخص يعني في العيلة دائما يحافظ على علاقته في الشخص الصغير للأكبر شخص في العيلة، فكان دائما هو حلقة الوصل بين الأبناء والأباء، ودائما كان يعني هو أي أشياء تصير خلافات هيك يكون هو يحاول يصلحها ويمشي الأمور زي هاي، فكان هو علاقته علاقة ثمينة في العيلة، وكان وضعهم كتير يعني كويس. احكي لي اهم الذكريات اللي بتجمع بينك وبين الاسير خالد صلاحات. شوف هي ذكريات كثيره، يعني بتحكي عن الانسان يعني كان عايش بيننا وعايشين مع بعض، بس اذا انا بدي اذكره يعني اوجه رساله لخالد في موقف هو كان يعني هو مضحك شوي او بدي يعني اخفف عنه شوي. ففي مره بنطلع نصلي في المسجد الاقصى وكان طبعا الباص مكتظ بالركاب، ففي شخص يعني بيشتم الذات الإلهية، فهو أصر على أنه يعاقبه على هذا الكلام والألفاظ هاي. فلما وصلنا لبيت لحم أو بالأحرى عند الحاجز العسكري، نزل من الباص هذا الشخص
فانقضينا عليه انا وخالد، وكنت انا ماسك راسه وهو جاب عصاي ويضرب على راسه، مره يضرب على اصبعي ومره على راسه، فنزل الدم. هو فكر الدم انه نازل من وين؟ من راس الشخص، هو كان نازل من اصبع الدم. فمن هذا الموقف، يعني هذا موقف طريف كثير وموقف شجاع كمان في هذا الزمن. طيب قديش ترك خالد فراغ بعد ما تم اسره؟ خالد هو الفراغ اللي بلش من بدايه مطاردته، مش من يعني لما اعتقلوه، من فتره ما تمت مطاردته هو بلش يعني حسينا بالفراغ. لانه خالد كان، بحكي لك يعني سبق ان حكيت لك انه كان علاقته في كل العيله كان شخص محبوب والكل يحبه، فلما غاب عن البيت حسينا بالفراغ، فراغ كبير. معنويات خالد حاليا بالسجن بعد ما امضى فتره طويله من المطارده اللي كانت حياته شبيهه بالسجن اصلا؟ شوفي، احنا معروف عنا كشعب فلسطيني معروف عنا بالصلابه والشجاعه. فبالنسبه للمعتقلين احنا مش هاملينها هم بالسجن كمعنويات، لان طبعا المعنويات عاليه وهو سبب السجن تاعهم طبعا اكيد على الارض، وهذا الشيء ما يعني بيستاهل او بيضحي، يعني بيستاهل انه يضحي الانسان عشانه. معنوياتهم بتضل عاليه طالما في دعم خارجي. نعم صحيح، من برا بالضبط. فاحنا بنتمنى يعني حتى انه نسند معنوياتهم العاليه هاي ونحسسهم انه مش هاي الاعتقالات راحت هيك، يعني بدنا وقفه صادقه من جميع شرائح الشعب في الخارج اللي نضحي عشان الأسرى. صحيح مزبوط. طيب رسالة بتوجهها للأسير بما أنك ممنوع من الزيارة؟ إحنا ممنوعين من الزيارة، يعني والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بالسماح للقرابة درجة أولى مثل الأخ والعم والأخ والابن والبنت الزوجة فقط لا غير. الرسالة بوجه لهم إياها إنه إن شاء الله الفرج قريب، ويعني بإذن الله ما فيش عمره يعني سجن سكرة لحد. خلايل اللوز، أرضه الصغرى، نصف قلبه، قطعة من الوطن فلسطين، أرضه الكبرى، عشق خالد صلاحات الأزلي، يحول الاحتلال بينه وبين الوصول إليها، وتمنع إدارة معتقلات الاحتلال صورها من الوصول إليه، فلم يبق له منها سوى شريط من ذكريات خلايل اللوز قبل 8 سنوات. السلام عليكم، أنا مرام صلاحات بنت أخوه للأسير خالد صلاحات. عمي حبيبي، أتمنى لك ربي الخير والسلامة يا الله والصحة والفرج، وإن شاء الله يا رب تكون السنة الجاي، وليش السنة الجاي بعيدة كثير، إن شاء الله تكون بأقرب وقت بيننا يا رب، وتكون يا ربي يا الله بصحتك وكامل عافيتك يا الله يا حبيبي. اشتقنا لك إحنا كثير كثير، والعيلة بلاك ولا إشي، أنت مزينها وأنت اللي منورها يا ربي. الله يجمعنا فيك على خير وسلامة يا حبيبي. أنا أختي خالد صلاحات وعمي صالح صالح حسن صلاحات، وكيف أنتم؟ إن شاء الله أنكم بخير، وإن شاء الله أنكم بتروحوا بجمعنا الله قريب، بجان تولي عندكم، سلموا على اللي أسرى عندكم كلياتكم، الحمد لله رب العالمين، إحنا مبسوطين، كان الله أنتم بتكونوا مبسوطين زينا والله كريم. مرحبا عمي، أنا رغد، بتمنى لك أنك تطلع بالسلامة، بوجه التحية لكل الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهدي سلامي لخالد حبيبي، الله يفرج همك يا أم، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا حبيبي، يطلعك بالسلامة يا الله. أنا صالح إسماعيل صلاحات ابن أخو الأسير خالد صلاحات، بتمنى الفرج العاجل لعمي خالد أبو بدر ولكل الأسرة، والحرية إن شاء الله لأسر الحرية، وشفاء العاجل لكل مرضان البواسل. أنا علي صالح صلاحات، بتمنى لك الفرج عام عن قريب ولكل الأسرة، والله يفرج عنكم والله يفرجهمكم. عمي الغالي حبيبي أبو بدر، مرت أخو أبو بدر خالد صلاحات، عمي كيف حالك؟ اشتقنا لك، الله يسعدك رب وطلعك بالسلامة ويفرج عليك أنت وكل الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا معتصم سامر صلاحات، إن شاء الله تطلع بالسلامة. أنا بنت الأسير خالد صلاحات، بتمنى لكل الأسرة أنهم يطلعوا من السجن يا رب، وسلامي خاص لبابا ولكل الأسرة، وإن شاء الله تضلكم من ناحية بالكم وحالكم كلكم. أنا أختي الأسير خالد صلاحات أبو بدر، أتمنى لك يا خي الفرج العاجل إلك ولجميع الأسرة، الله يفيك أسرك يا خي، والكل عنا بسلم عليك، والحمد لله هينا كنا في دار أبو صالح إسماعيل مبسوطين، والحمد لله الله يرضى عليك يا خي. بنحبك يا بابا خالد.
الأسير خالد صلاحات في إتمام تعليمه الجامعي كان أقوى بكثير من قيود الاحتلال التي فرضت عليه العيش مطاردا لمدة 5 سنوات، لكن سرعان ما تم اعتقاله في 10 من شهر كانون الأول للعام 2006 بعدما قامت قوات خاصة من الاحتلال بمحاصرة الجامعة واقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج لأجلكم. الرحمة على شهدائنا والحرية لأسرانا والشفاء العاجل لجرحانا. دمتم في أمان الله.